لسه مستمرين في حديثنا عن قضية القضايا، القضية الفلسطينية. كالعادة إسرائيل بتضرب بقرار مجلس الأمن الدولي عرض الحائط وتواصل عملياتها في غزة. مشاهدينا الكرام، إسرائيل ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات الفلسطينية، ووصل المستشفيات 81 شهيد و93 إصابة خلال 24 ساعة فقط. طبعا هذا الكلام بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. بقول لحضراتكم خلوا بالكم من الأرقام، 81 شهيد و93 إصابة خلال 24 ساعة فقط، برغم إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان. لكن كالعادة إسرائيل ما بتلتزمش بأي قرار سواء من مجلس الأمن أو من أي جهة أخرى. لتفاصيل أكتر وللحديث عن كل ما يقوم به إسرائيل خلال هذه الأيام، بيسعدنا ويشرفنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد الشهاوي. سيادة اللواء، بنرحب بحضرتك وصباح الخير. أهلا بك يا فندم والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. إيه رأي حضرتك في المجازر التي تقوم بها إسرائيل برغم إصدار قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان؟ والله أكثر من 5 شهور الآن وهذه المجازر وجرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية اللي بترتكبها إسرائيل تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، يعني انحياز كامل من الولايات المتحدة الأمريكية اللي 5 قرارات من مجلس الأمن كانت بتقوم ب يعني الفيتو اللي هو بتعترض على أي قرار، ما عدا القرار اللي هو منذ أيام فقط هي امتنعت عن التصويت ولكنها أيدت القرار. هذا القرار بيدعو لوقف فوري لإطلاق النار، كان يقول أنه إطلاق أو وقف إطلاق نار دائم، هي لم توافق على دائم ولكن فوري، ومع ذلك إسرائيل لم تلتزم بهذا القرار الدولي في إطار التكتيك التفاوضي على حركة المقاومة الفلسطينية علشان إطلاق سراح الرهائن اللي موجودين لدى رجال المقاومة الفلسطينية. أعتقد أن المجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن 15 سيقومون بتفعيل يعني إلزام إسرائيل بتنفيذ ذلك، لأن هذا القرار الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش يقول أنه قرار ملزم، واشنطن تقول أنه قرار غير ملزم، ومع ذلك بالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية صوتت لصالح هذا القرار أو أنها وافقت ولم تطلق الفيتو، أعتقد أن ذلك بيدخل في إطار استمرار انتهاك إسرائيل للشعب الفلسطيني. سيادة اللواء صباح الخير، بصباح على حضرتك مرة تانية. صباح النور بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. سيادة اللواء، في ظل رفض المجتمع الدولي لكل ما ترتكبه إسرائيل في حق الفلسطينيين، رغم كل ده بيطلع تصريحات من مسؤولين إسرائيليين، منهم رئيس وزير الخارجية الإسرائيلي قال إن إسرائيل لن تتوقف عن إطلاق النار. حضرتك إزاي شايف هذه التصريحات في هذه الأوقات بالذات؟ أنا بعتقد ما دام الولايات المتحدة الأمريكية بتساند وبتدعم إسرائيل عسكريا واقتصاديا وسياسيا في كل المحافل الدولية، أعتقد أن إسرائيل ستستمر في ارتكاب تلك المجازر، لأنها عندما تقف الحرب وعندما تكون هدنة دائمة أعتقد أن ذلك سيكون نهاية لمستقبل نتنياهو السياسي، وبالتالي هو بيعمل المستحيل لأن المفاوضات تفشل حتى تستمر تلك الحرب، وخاصة أن المقاومة الفلسطينية موافقة على هذه الهدنة ولكنهم يريدون ويهددون باقتحام وباقتحام مدينة رفح اللي هي مكتظة بالسكان، وأنا عايز أقول اقتحام رفح لن يكون كارثة بل ستكون أم الكوارث لتواجد هذا العدد الكبير من السكان. العالم كله غير موافق على اقتحام رفح،
مصر بتعمل جاهدة لصالح القضية الفلسطينية من خلال الضغط السياسي ومن خلال إدخال المساعدات من خلال معبر رفح أو بإنزال تلك المساعدات بواسطة القوات الجوية بالتنسيق مع كل الأشقاء ومع الدول الصديقة. وأعتقد أن لا يوجد صراع في العالم يستمر إلى الأبد، وأن إسرائيل لم تحقق أهدافها حتى الآن ما عدا هدف واحد وهو ارتكاب المجازر ضد المدنيين. لم تستطع أن تقضي على رجال المقاومة الفلسطينية، لم تستطع أن تقوم بتحرير الرهائن بالقوة، لكن تحرير الرهائن سيكون من خلال المفاوضات ومن خلال هدنة. طيب سيادة اللواء، حضرتك تحدثت عن فكرة إلزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن، عايز أسأل حضرتك إيه هي أدوات الضغط التي يمكن استخدامها لإلزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن الدولي؟ ده سؤال مهم جدا. إسرائيل ستلتزم عندما سيكون هناك قرار جديد بيلزم إسرائيل خلال البند السابع استخدام القوة العسكرية من قبل أعضاء الأمم المتحدة في حالة عدم التنفيذ، لكن هذا القرار لم يأتي ضمن المادة السابعة. ففي حالة أن سيكون هناك العالم كله موافق على وقف إطلاق النار ما عدا إسرائيل، عندما يكون هذا القرار مدعما بالفصل السابع أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار، ولكنها تماطل حتى يمكن الضغط والتكتيك التفاوضي على رجال المقاومة الفلسطينية لتحسين شروط التفاوض وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الموجودين لدى حماس. سيادة اللواء، إسرائيل دلوقتي بتدور على مصادر تانية للتسليح غير الولايات المتحدة، فأنا عايزة حضرتك تكلمنا عن الخلاف اللي بين إسرائيل والولايات المتحدة، هل هو موجود حقيقي ولا مجرد خلاف ظاهري بس لمجرد ان هو شو اعلامي زي ما بنقول؟ اعتقد انه ليس خلاف حقيقي، لانه منذ بداية هذه عملية طوفان الاقصى ب 7 اكتوبر اعتقد ان الولايات المتحدة الامريكية هي من تقوم بالدعم وبالذخائر التي تطلقها اسرائيل فوق رؤوس سكان قطاع غزة، وهي التي تساندهم سياسيا. أعتقد أن ما يحدث على هذا المسرح هو للداخل الأمريكي فقط، بأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالتصويت أو بالامتناع عن التصويت ولم تمانع صدور هذا القرار، لكن هي التي تساند إسرائيل قلبا وقالبا، وهي من تريد يعني هي التي تؤدي أعتقد أنها بتشارك في تلك المجازر التي ترتكبها إسرائيل، لأن أغلب القذائف والأسلحة اللي موجودة والأمريكية. سيادة اللواء محمد الشهاوي الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا.